باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. هحكي لكم حكايه صغيره في دقيقه، وبعد كده هقول عنوان الكلمه اللي احنا هنسمعها من الروح القدس النهارده. القصه دي تحكي في قداس من القداديس وهما بيوزعوا صلوات المزامير والاجبيه. طفل صغير نقوه عشان يقرا الانجيل بتاع الساعه الثالثه او الساعه السادسه. فالولد الحقيقة أراه بتعصر. يعني إيه بتعصر؟ يعني بصعوبة أوي. ففي شماس قاعد ناداه كده وقال له: على فكرة حبيبي، قرايتك ضعيفة ومحتاجة إنك أنت تتدرب شوية. الراجل قال الحق. وبعدين خلص الفترة كده، وبعدين أبونا في وسط القرايات بتاعت البولس والكاسيليكون قاعد، فالولد راح له وقال له: أنا آسف يا أبونا عشان أنا قريت غلط. يقول: أنا آسف يا أبونا عشان أنا قريت غلط. فأبونا رد عليه وقال له: عارف يا حبيبي، أنت عجبتني أوي أوي أوي. فالولد استعجب، يعني الولد عارف إنه قرا غلط. قال له: عشان أنت عندك جرأة، وهم بيعزموا عليك كنت ممكن تعتذر وتخلي حد تاني مكانك يقرأ، بس انت قريت وقوحت. ممكن تكون غلط، بس القراية ممكن مع الوقت الإنسان يتعلمها ويتحسن فيها، لكن الجرأة دي لو ما كنتش جريء من صغرك مش هتعرف تتعلمها. فانت عندك اللي أحلى من القراية. موقف واحد وتعليقين اتنين. ليه أنا حكيت الحكاية دي؟ عشان الكلمة اللي هنتكلم عنها النهاردة عنوانها كده: النقطة البيضة والنقطة السوداء. عنوانها إيه؟ النقطة البيضة والنقطة السوداء. يعني إيه حكاية النقطة البيضة وحكاية النقطة السوداء؟ أبتدي بالنقطة السوداء. في ناس ما تشوفش إلا كل حاجة ناقصة، وما تشوفش إلا العيب في كل حاجة. دول بتوع النقطة السوداء. لو أنت وريته حاجة رائعة جدا جدا جدا، أنت شاري أحسن جهاز تبريد مش عارف مين، يقول لك: آه حلو الجهاز ده، بس ويبتدي يقول لك كلام حتى لو أنت فرحان بالحاجة يكسرك فيها. في ناس كده. الناس دول نوعين من الناس لازم نعرفهم لحسن اطلع انا منهم، بتوع النقطة السوداء دول. النوع الأولاني اسمهم الناس المتذمرون. ناس متذمرين، مش عاجبهم حاجة في أي حاجة، ماشي كده مش عاجبه حاجة، متذمر. عارفين زي مين؟ شعب بني إسرائيل اللي ربنا طلعهم من العبودية وعداهم البحر وشافوا بعينيهم فرعون وكل جنوده وكل مراكبه بيغرقوا، وأول ما عدوا قالوا: ولا يوم من أيام مصر. فين القتة؟ فين البطيخ؟ يعني عمل الله اللي عمله ده ضاع قدام نقص القتة ونقص البطيخ. هنا صحراء قفراء ما فيهاش حاجة تبل الريق، لكن النيل فيه القتة وفيه البطيخ. حاجة بايخة قوي بصراحة، بايخة. واحد متذمر كده ممكن يكون سبب التذمر كبرياؤه، وممكن يكون سبب التذمر دلعه، ان اتعود ان كل حاجة تكون تحت رجليه، فلما ما يلاقيش الحاجة يبقى متذمر على كل حاجة. الإنسان المتذمر ده إنسان صعب، يقولوا عليه كده صعب الإرضاء. يعني ايه صعب الارضاء؟ يعني صعب الارضاء. يبقى اول ناس بتشوف النقطة السوداء هي مين؟ الناس اللي بنقول عليها المتذمرة. في ناس تانية كمان تشوف النقطة السوداء. الناس دي طغمة مش قليلة في البشر، اسمها الناس المحبة للكمال او البرفكشنست. الشخصيات المحبة للكمال. يعني ايه الشخصية المحبة للكمال؟ دي شخصية مرهقة للي حواليها وهي دايما مرهقة، لأن عاوزة العشرة على عشرة، عاوزة الكمال،
والكمال مش موجود الا عند ربنا، والناس كلها فيها نقائص، فحتى لما تشوف نقائصها مش طايقه نفسها. هو انا ليه ما بجيبش 10 على 10؟ ما هو محدش يجيب 10 على 10. احنا كلنا بنجاهد، كلنا بنحاول، كلنا معانا وقت، وشويه شويه بنتحسن. مرهق لنفسه ومرهق للي حواليه. يعني ابنه يقول له جبت 9.5 من 10 في الإملة، يقول له يا فاشل ما جبتش 10 على 10 ليه؟ مرهق جدا، مرهق جدا. وبعدين يقول له دي غلطة، دي تغلطها، الهمزة تحطها فوق الألف ما تحطهاش تحت على سطر. ايه الغلطة دي؟ الولد غلط في همزة. يعني كلنا بنغلط في الهمزات، اوقات واحد في السن ده بيقف يقول لك هي الهمزة دي فوق ولا تحت؟ كلنا كده. لكن ده شخصية متعبة جدا، ما تشوفش الا النقطة السوداء. وفي ناس كده، في ناس كده، حتى في الوسط الكنسي في ناس كده، ما يعجبهاش العجب، دايما شايفة التقصير. اللي قال عليهم المسيح زمرنا لكم ونحن لكم، عملنا يمين ما عجبكمش، عملنا شمال ما عجبكمش. دي ناس بتشوف النقطة السوداء. كل اللي شافه في الشماس الصغير يعني مش مقدر كسفته، ده كمل عليه قال له قرايتك ملخبطة وبتغلط، والمفروض تستعد وتتدرب أكتر من كده، ملهاش لازمة. طب امدحه الأول وقول له عارف أنت لما تتدرب هتبقى أحسن بكتير بعد كده. لكن أوقات إحنا كده، إحنا كده، إحنا كده. ده في أزواج من نوع ده، تبقى الست مراته هدى البيت من أول النهار، أكل وطبيخ ونظافة، ويجي على حاجة كده شوكة واقعة منها على الأرض، لا اتفضلي يا مدام، اتفضلي يا مدام، اتفضلي، عجبكوا دي. خلاصة الكلام إن في شخصيات دايما بتدور على النقطة السوداء، والشخصيات دي ضحاياها كتير، لأن زي ما قلت لكم لا بترحم نفسها ولا بترحم اللي حواليها، ودايما سبب ألم لكل اللي حواليها. طبعا ده غير الشخصيات المشجعة. بس أنا بقول لكم إيه اللي كنت أقصده بكلمة النقطة السوداء. تعالوا بقى نتكلم عن النقطة البيضاء. أحسن واحد، أحسن واحد، مش أحسن، ده الأحسن، ده اللي ما فيش زيه في موضوع النقطة البيضاء دي، رب المجد يسوع المسيح. دايما لو أنا كلي سواد، كلي سواد وفي نقطة بيضاء واحدة، يبتدي بمدحها حتى لو هيعاتبني بعد كده. يعني لو كلي سواد، تعالوا ناخد أمثلة من الكتاب المقدس إزاي ربنا يسوع المسيح تعامل مع ضعفات البشر. ناخد شخصية مثلا من شخصيات العهد القديم، يعقوب. يعقوب ده عمل مصيبتين. المصيبة الأولى إنه إنسان استغل أخوه استغلال. تتصور أنت ليك ابنين، فابن جعان وابن معاه أكل، فالجعان بيقول له اعمل معروف اديني أطمم الأكل بتاعك عشان جعان، يقول له لا، تكتب لي ورقة تتنازل فيها عن مصروفك لمدة شهر، يا كده يا مفيش أكل، وبين البايع والشاري. أنت كأب تعمل إيه؟ ده أنت تمسكه تعكشه. ومع هذا ربنا طول باله وشايف في يعقوب حاجة إحنا مش شايفينها، بدليل قال إيه؟ أحببت يعقوب. المشكلة التانية عمل إيه؟ ضل لأبوه، كذب على أبوه، قال له أنا عيسو عشان يسرق البركة بموافقة ومباركة أمه، وده مش مبرر لكن دي خطيئة. ومع هذا ربنا يقول له أنا هكسر نسلك ويسمى إسرائيل ويسمى الشعب على مدى التاريخ باسم يعقوب، بني إسرائيل، أولاد يعقوب. ياه، للدرجة دي؟ أنا شفت فيه حاجة أنتم مش شايفينها، طيبة قلبه، رجوعه، ندمه، خوفه، صراع وجهاد الروحي، عشان أظهرت له في رؤية قعد طول الليل يصارعني يقول لن أتركك إن لم، رجل جهاد، رجل في قلبه محبتي.
بس احنا مش شايفين كده. علشان كده بعض الناس تتامل في الكتاب المقدس هو ربنا بيعمل كده ليه؟ ده يستاهل الكسر، ده يستاهل الخبط. ده الفرق اللي بيننا وبين ربنا، ان احنا بنعد النقط السوداء في الناس وربنا ما بيشوفش غير النقط البيضاء اللي في الناس. شخصيه تاني، صدقوني لو الشخصيه دي خادم عندنا في ماري مرقس لكنا وقفناه من 10 سنين. تصوروا البابا، بلاش في ماري مرقس، على مستوى الكنيسة، تصوروا البابا يقول لي يا ابونا روح اخدم في الصعيد، اروح انا رايح اسكندريه، وبعدين يقول لي انا قلت لك الصعيد مزاجي كده، انا برتاح مع بتوع اسكندريه قوي، الصعيد ماليش تقول عليهم. ايوه بس انا ربنا انا البطرك وانت كاهن، والكاهن يقول للبطرك حاضر، لا ماليش نفس. طب ده يتعمل فيه ايه؟ انا لو بطرك وعندي كاهن عمل فيه كده، يقول له ارتاح في البيت لغايه لما ايه تقدم توبه. بس ربنا طول باله عليه وعلمه ودربه في موضوع اليقطينة، وقال له دي بلد غاليه عليا قوي، شوف تعدادها قد ايه، انت كنت عاوزها تهلك. ربنا شايف النقطه البيضة في يونان، صحيح قرص عليه وتمرجح في بطن الحوت 3 ايام، ما نقدرش ننكر انها كانت برضو قرصة ود، لكن في الاخر ربنا ما رفضوش. طب بلاش يونان وبلاش يعقوب، ايه رايكم في داود النبي؟ اهو ده زنى وقتل، وحاجه عجيبه قوي ربنا يبص يلاقي نقطه بيضه في داود. ايه بقى النقطه البيضه؟ يقول ان شفت داود ابن يسى بحسب قلبي، طيب قوي وعينه سابقه، لو تشوفوا توبته كانت شكلها ايه، بالرغم ان انا قلت انا نقلت عنك خطياتك لا تموت، فضل يبكي العمر كله ويقول خطياتي امامي في كل حين. ما شفتش واحد في البشرية تايب توبة داود اللي بدموع مدى العمر، لغاية بيقول فرشتي بقت مبلولة، ركبي وعظمي كله بيترعش. ايه ده؟ في حد عنده توبة بالشكل ده؟ داود. وعشان كده انتوا كل مرة تقولوا ازاي انا اشتغلت بيه، ده غلط غلطتين اسوأ من بعض، قتل وزنى او زنى ثم قتل، وربنا شايف في حاجه ما حدش شايف. طب تعالوا ننقل على شويه شخصيات في العهد الجديد. المراه السامريه دي نقطه سوده، سامحوني ده كلها سواد كانت متزوجه 5 رجال وعايشه مع واحد من غير جواز، يعني ايه دي؟ عندنا احنا نقول عليها ايه دي؟ طب صدقوني احنا لو دخلت الكنيسة، عارفين ان في ست كانت متجوزة 5 رجال وعايشة مع واحد من غير جواز ودخلت الكنيسة، يا نهار ابيض على البساط، هتطلعوا من عينكم نار تحرقها قبل ما تخش. صدقوني وليها عين، ليها عين، والتانية تقول لها ما الفجور لناس، الفجور لناس، في كده ناس تعملها كده، تقتل القتيل وتمشي في جنازته. ربنا يرحمنا، صدقيني خايفة وهي طالعة نار من السما تنزل تحرقها على دخلتها الكنيسه، ولا عين تولع شمعه كمان بتتمسح في العذراء. قال ده احنا اسوأ من كده، احنا اسوأ من كده، بس انا مش عندي وقت اتكلم كتير. لكن الحقيقه المسيح شايف فيها حاجه انا ما شفتهاش، شاف فيها توبه صادقه بقلبها، وشاف انسانه كارزه بلسانها، راحت جابت مين؟ كل السامره، انسانه قال لي كل ما فعلت، تقبل العطية وتصير كارزة. المسيح شاف فيها حاجة احنا مش شايفينها. يا خبر ابيض، ربنا ده فعلا بيتلكك على نقطة بيضة يلاقيها فيا، او يلاقي فتيلة مدخنة ينفخ فيها عشان تولع تاني بدل ما تطفي. ده الفرق بيننا وبين ربنا. شفتوا بقى لما نقول اشكروا الرب طيب، اشكروا الرب لانه طيب وصالح، عارفين ليه طيب وصالح. لكن لما نكذب على نفسي اقول انا طيب، جبتها منين؟ انا جبتها منين انا طيب دي؟ دي مش موجوده خالص، لان انا دايما بنقر النقطه السوداء، انا وانتوا يعني، عشان محدش يزعل جيبها فيا، اوكي؟ انا وحش. شخصيه ثالثه، ايه رايكم في شاول الطرسوسي؟ لما كان استفانوس بيترجم،
يقول الكتاب المقدس وكان شاول راضيا بقتله، يعني فرحان، يلا ادوله بالحجارة. تعرفين يعني ايه واحد يموت من كتر دم يطوب عليه؟ هو ده الرجم. وبعدين لدرجة الرسل ما صدقوش حنانيا وبرنابا، مين ده اللي قال لهم اسكتوا؟ انا شايف اللي فيه اللي انتم مش شايفينه، ده اناء مختار، ده اناء مختار، ده اناء مصدي، ده اناء بيكرهك، ده اناء بيعذب اولادك، ده اناء بيقبض على المسيحيين ويجيبهم من انطاكيا عشان يعذبوا في اورشليم، ده عامل زي هتلر اللي كان بيحرق بتوع اليهود، ده اناء مختار. اه اصل انتم مش شايفين غيرته ولا شايفين قلبه لما يؤمن بيا هيعمل اللي محدش عمله. ايه ده جميل انت يا رب، ليه انا عيني ما بتشوفش الا الاسود وعينك انت ما بتشوفش الا الابيض؟ المرأة الخاطئة اللي دخلت بيت سمعان شاف فيها ايه؟ السواد كله، دانها ودان المسيح، قال انها امرأة ايه؟ خاطئة. ليه؟ شاف السواد اللي فيها، مرأة خاطية، مرأة زانية. المسيح شاف ايه؟ دموحها، وقال لها مغفورة لك خطاياك. ايه ده؟ ويوبخ سمعان الفريسي اللي ملوش دعوة بالزنا. طب ايه رأيكم في واحدة تانية؟ ساكبة الطيب. عارفين ساكبة الطيب دي؟ عملت تصرف من وجهة نظرنا احنا اسمه السفه. عارفين يعني ايه سفه؟ يعني ايه سفه؟ يعني حاجة بره العقل. يعني جابت طيب ب300 دينار، يعني يومية عامل لمدة سنة، وسكبته. فبدأ التلاميذ يدمدموا، مكتوب كده يدمدموا، يعني ايه؟ ويهوذا انسحب من لسانه لان كانت اولى بالفلوس دي يحطها مكانه سارق. قال ايه ده؟ مش اخوه الرب ابدا؟ احنا كده نبص للنقطه السوداء. حكيت لكم حكايه افتكرتها دلوقتي هفكركم بيها، على حكايه ان احنا فنانين ادانه ونقطه سوداء. من 29 سنة يعني في أوائل الرسامة كده، الحيطة اللي من ناحية دي والحيطة من اللي ناحيتي ما كانش فيها رخام، وما كان فيها إيه؟ كان فيها حاجة زي حجر جيري منقر. فالحجر الجيري اللي منقر دوت بقى فيه عنكبوت كتير قوي، لأنه في فجوات أنتوا عارفين بيبقى ما أعرفش اسمه إيه كده، الستات تعرفوا اللي بينزلوه بالزعافة ده أوقات من البيوت، ففي شوية عنكبوت. فراح واحد جالي كده خدني، عارفين انتوا الحكايه دي حكيتها لكم قبل كده، خدني من ايدي قال لي دي ماري مرقص، دي ماري مرقص اللي كان بيصلي فيها البشوات، توصل للدرجه دي؟ توصل للدرجه دي؟ يعني ما عرفش اقول له ايه، بس في ماري مرقص حاجات كتير حلوه، في كهنه بتصلي، وفي شعب بيحب ربنا، وفي مدارس احد، وفي مؤتمرات، وفي اداديز، وفي احترافات للصبح، يعني هي دي اللي شايفها بس في ماري مرقص. الراجل زعل قوي. بتكلم مع حد بالصدفه، الراجل ده كان مقتدر، ما استأذنش، راح اتفق مع مجلس الكنيسه وراح مكسر كل ده وجاب رخام. قال اذا كان سليمان بطن بيت ربنا بالذهب مش اقل من ان احنا نعمل كده، والراجل دوت كلمك يا ابونا عشان احنا نتحرك ونعمل كده، ومش هكلف الكنيسه مليم واحد. كتر خيره. داخل انا برضو يظهر مستقصدني، راح واخد اخدني قال لي ايه اللي بتعمل ده يا ابونا؟ قلت له رخام، ده غير الاولاني اللي مش حاجبه. قلت له رخام. قال لي رخام ليه؟ كل اخوه الرب في مصر كالوا خلاص، كل الناس شبعت خلاص، كل الناس لبست خلاص، كل الناس اتعلمت خلاص، ده سفه يا ابونا، ده سفه. قلت له على فكرة الكنيسة أمام الله ما دفعتش مليم، ده واحد ربنا حرك مشاعره بيعمل كده. قال لي واجبك إنك تجيبه وتوبخه. وبخه وتعلمه إن المفروض الفلوس دي تروح لإخوة الرب.
هتروحوا من ربنا فين؟ أهو الأولاني اللي شاف العنكبوت شاف النقطة الإيه؟ السودة. واللي شاف الرخام شاف النقطة الإيه؟ السودة برضه. زمرنا ونحنا ومفيش فايدة. كلنا بنبص على النقطة السودة، تربينا إن إحنا ننقد ونهد ما نبنيش. المهم نرجع لموضوعنا تاني. من الشخصيات برضو اللي المسيح اتعامل معاها زكى العشار. أو زكى العشار ده عشار مكروه، خاين لشعبه اليهودي وبيجمع الإتاوة للرومان. طب وبعدين بقى المسيح يشوف في حاجة حلوة قوي. صوروا الشخصية المكروهة دي من اليهود كلها، المسيح يقول له انزل اتعشى أو انزل من شجرة عشان هتعشى في بيتك النهاردة. ده تختاره من دون الناس تتعشى في بيته؟ عشان أنا شايف فيه اللي انتم مش شايفينه. أنتم تحكمون بحسب الظاهر وأنا أحكم بحسب القلب. اللي هيعمله زكة محدش فيكم هيعمله في حياته. إن كل أمواله طلعت من فينا، اللي دخل البطرك بيته هيطلع له كل أمواله. الحاج كتير قوي ظرف أو شيك، يعني هنكتب له شيك، يقول له سيدنا ده للخدمة أو يا ابونا ده للخدمة. لكن لما المسيح دخل بيت زكة قال له نص أموالي تعويض والنص التاني للفقراء اللي ظلمتهم، هرد أربع أضعاف والنص تاني الفقراء. اتبقى له إيه بعد ما يطلع النص والتعويض؟ ولا حاجة. ده اللي كان شايفه المسيح في زكة وأنا وإنتم ما كناش شايفينه. حتى على مستوى الولاد والتربية في مدارس الأحد، مرة جاب ولد لأبونا بشوي كامل بيشتكوا إن هو شقي. الناس كلها متضايقه، الولد ده شكي شقي. وبعدين ابونا بشوي كامل قال ايه؟ قال له كده قدام اسرته قدام امه اللي بتشكي منه، قال لها الشقي ذكي، الشقي ذكي، وعشان ده شقاوته كتيره هتبقى ذكاوته كتيره. شاف حاجه الانسان ده، ربنا سمح له بعد كده بالكهنوت. ربنا شايف حاجة أنا مش شايفها، بس أنا لازلت من أنصار فريق النقطة السودة. دايما نقطة سودة شايفها. ناس كتيرة قوي غاوية السواد ده، تطلع على الفيسبوك لو لقى قشرة موز مرمية في الكنيسة وطي خدها ورميها في باسكت. لا، لازم أكتب بوست عشان يتعلموا في الكنيسة. طيب أنا عملت مقارنة من غير ما نحس ما بين عيني أنا اللي ما بتشوفش إلا النقطة السوداء والمسيح اللي لو كل سواد ما بيشوفش فيا إلا الإيه؟ النقطة البيضاء. طيب أطلع كده بإيه؟ أعمل إيه قدام إله بيتلكك عشان يشوف فيا نقطة البيضاء؟ أعمل إيه؟ الحقيقة دروس كتيرة قوي قوي أقدر أستغلها وأطلع بيها. نمرة واحد، أتعلم من المسيح، أحاول أبص على الحاجة الحلوة في كل حد، أحاول أبص على الحاجة الحلوة في كل حد. عايز أتعرفكم اعتراف، عشان وقعت مرة في إدانة وقلتها لكم قبل كده بس أرجعها معاكم تاني عشان تبقوا ماسكين عليها الخطية دي. كنت في أحد بلاد المهجر ولقيت واحد شعره عامله كحكة. حكيت لكم الحكاية دي قبل كده. أنا بيني وبين نفسي قلت الحمد لله إن إحنا في مصر، لأن شعره ده لما بيفكه يجيب لغاية ظهره، والكهنة ساكتة هنا لا حد بيقول يمين ولا حد بيقول شمال. وأنتوا عارفين الحكاية عشان حكيتها لكم قبل كده كتير، إن ربنا يكشف لي إن بعديها في زيارة تانية لنفس البلد بيقول لي فلان ده بركة وقديس. فبقول لهم يعني قولوا لي أتعلم. قالوا لي تصوروا عشان ربنا اداله شعر ناعم قوي يربي شعره بالسنة ونص سنتين ويقصه يحلق أقرع خالص عشان الشعر ده يتقدم يتعمل باروكة لأمراض الكانسر
يتطوع بشعره لان عاوز يقدم حاجه لامراض السرطان. بس انا من بره لما دخلت الكنيسه ولقيت شماس عامل شعره كحكه وشعره تقيل، فالكحكه بتاعته كحكه بنات يعني، مش كحكه صغيره لا، كحكه كبيره كده وماسكها ببنس، منظر يخلي الواحد يقول ده ايه ده؟ ايه اللي بيحصل في الكنيسه ده؟ ويطلع احسن مني 10 أضعاف. اتعلم من ربنا انك بص على الحاجه الحلوه في كل حد. ما فيش معقوله في انسان ما فيهوش حاجة. انا مره شفت موقف بالشكل ده، بيتكلموا على واحد قد ايه قاسي وقد ايه قد ايه قد ايه قد ايه قد ايه، كل الناس بتقول اتهامات ويظهر الاتهامات حقيقيه. ففي واحد مسن قاعد في القعده دي قال بس في ميزه الحقيقه ما حدش قالها، عمره ما اتكلم على انسان في حياته كلها كلمه بطاله. طب ليه الباقيين ما شافوش الا الوحش وما شافوش النقطه دي؟ فاذا كان المسيح انا بيترجى فيا واي نقطه بيضة بيحسبها لي من اجل خلاص نفسي، ليه انا ما بتعاملش بنفس المقياس مع كل الناس اللي حواليا؟ ليه الزوج ما بيشوفش في زوجته ألا 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 ألا؟ وليه الزوجة ما بتشوفش في زوجها ألا 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 ألا؟ أنا أعرف زوجة هي وزوجها راحوا السما من زمان، بس فضلت تشتكي من زوجها 15 سنة في كل اعتراف، ما فيش غير شكوى من زوجها لغاية لما تنيح. بعد ما تنيح بقت تبكي عليه دم. أنا افتكرت بالحكم البشري إنها تقول أنا ارتحت الحمد لله، بدأت الحرية، بدأت الحياة، بقت تعيط كل يوم دم، بتقول لي يجي ويعمل فيا اللي هو عايزه بس كفاية نفسه، ده أنا لو السرير طقطق بترعب وأكلم بناتي بالتليفون، لو كسرولة في المطبخ اتحركت من مكانها يعني كانت محطوطة غلط واتهزت كده أقوم مبزوعة طول الليل صاحية قاعدة على السرير مش عارفة أنام. ده أتاري كان ليه قيمة كبيرة أوي 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 أوي، ده كفاية نفسه كان موجود في البيت، بس هو عايش ما كانتش شايفة غير الإيه؟ النقطة. على الأقل على الأقل أشوف النقطة البيضة في كل إنسان، أحاول بقدر إمكاني أشوف النقطة البيضة. يبقى الدرس الأولاني لا أحكم بحسب الظاهر وأتعلم من المسيح إن أنا أقرأ النقطة البيضة. اتنين، عمري ما يأس في جهاد الروحي، لأن مهما كانت سقطات كبيرة ومهما كانت سقطات كتيرة، دمعة أنزلها في لحظة توبة، مطانية أعملها من قلبي محفوظة في إيد ربنا ومتشلالي، لأن ربنا بيدور على نقطة بيضاء. يقول هو بيقع بس ما بيحبش الخطية، هو بيقع بس رافض الشر، هو بيقع بس عنده ضعف بشري، وعشان كده أنا هشيله وأومه وحطه في ايديا وفي عينيا واحميه بنعمتي، وابعت له ناس تفتقده مره واثنين وثلاثه، وتفضل روح القدس شغاله معاه لغايه لما يتوب. على الاقل قدام الدمعه اللي عملها دي انا هشتغل معاه بقيت عمره. عشان كده احنا ما بنيأس. النماذج اللي انا قلتها لكم دي بالنسبه لنا احنا كلها نماذج بالمنطق البشري بتستاهل العرق. داوود بعد ما قتل وزنا يفضل يفضل. طب ده احنا لو سمعنا بعد الشر بعد الشر بعد الشر عن واحد من الاكليروس وقع في نفس الخطيتين نحكم عليه بايه؟ معرفش، بس مش هنكون طيبين ابدا. لكن ربنا طيب معايا، علشان كده اوعى تيأس مهما كان خطاياك وسقوطك متكرر، لان الله يبحث عن النقطة المضيئة اللي فيا وفيك، ودي بتطمني أعمل اللي عليا وما أفكرش في القوع كتير، أفكر إن أنا أقف بسرعة لأن ربنا بيبص على النقطة البيضة مش النقطة السوداء. ما دام ربنا بيبص على النقطة البيضة مش النقطة السوداء، معنى كده أن الله قادر إنه يخرج من الجافي حلاوة. برضه في الحكايات اللي حكيتها لكم، مين يقول ان شاول المضطهد الاول للمسيحيه يصير شاول الرسول اللي كتب اسفار تعتبر اكثر من نص، يعني العهد الجديد 27 سفر وكتب 14 من 27،
يعني كتب أكتر من 50% من عهد الجديد منسوب لبولس الرسول. إيه ده؟ غنى غنى. فالحقيقة النقطة التانية إن إذا كان الله يخرج من الجافي حلاوة، خلت داود النبي اللي في نفس المزمور اللي بيقول فيه لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب في حكم، يقول في نفس المزمور تنضح علي بزوفاك فأطهر تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، ويكمل فأعلم الأثمة طرقك. ياه ايه ده، جبتها منين؟ الرجاء ده جبته منين؟ جبته من قلب ربنا. عشان كده لما وقع في الغلطة التانية وعد الشعب وربنا خيره عن طريق جاد الرائي، قال له تعمل ايه؟ قال له اقع في يد الله ولا اقع في يد ايه؟ انسان. لان الانسان هيشوف فيا النقطة السوداء، لكن المسيح هيشوف فيا النقطة البيضاء. هيعاقبني بس هيرجع ويرحم ويترأف، لانه هو ده الهنا. مدام ربنا بيتلكك عشان بيعد عندنا النقط البيضة حتى لو كانت قليلة، الحق قدم أي حاجة. إذا كان كوب مية اللي هو ملهوش تمن مش منسي أمام الله، طب وقفة صلاة وانت تعبان، طب وقفة تسبيحة وانت بردان، طيب افتقاد تعمله وبتقاوم الكسل، هل ده ممكن يكون منسي أمام الله؟ الحق الحق، إلهك حنين بيتلكك عاوز يديلك سكور، بس هو عادل. يعني مش ممكن تكون نايم على السرير ويديلك حاجة، لا لا ما يبقاش ده إلهنا. إلهنا عادل رحيم بس عادل. فإلحق اعمل أي حاجة، كل حاجة تعملها من أجل الله ولو فيها ذرة تعب وجيت على نفسك مش منسية أمام الله. ده وعده هو اللي قال كده، ان كوب ماء بارد ما يضيعش اجره. علشان كده لازم احنا نشتغل، علشان كده لازم نعمل اي حاجه، بس اهم تدريب عشان احنا بننهي السنه. درب نفسك السنه الجايه انك ترى الصلاح اللي في الناس مش الشر اللي في الناس. دايما كده على الأقل يكون عادل. لو لقيت إنسان غلط وهتسرد بعض أخطائه لأنك أنت بتقيمه في الشغل، زي ما هتسرد أخطائه لابد أن تسرد أيضا إيه؟ مزاياه. لكن نلبس نظارة سودة ونشوف كل الناس سود ما نبقاش ولاد ربنا. ده احنا كده عملنا عمل الشيطان الذي يشتكي على أولاد الله. ربنا يغفر ويسامح ويطول باله ويدينا فرصة واتنين وتلاتة، ويبص على أي حاجة أنت عملتها عشان يحسبها لك، وإحنا ننسى ونفتكر الإساءة بس. بدليل، عارفين لما الشيطان يقوم زوج على زوجته، زوج على زوجها، أسألها أقول لها طب قولي لي في حاجة واحدة كويسة، تقول لي ولا حاجة. يعني شايفة إيه؟ توتال سواد. طب أنت شوف لي في مراتك حاجة كويسة، ولا حاجة. استحمل خليني ساكت يا ابونا. طبعا ده مش عين ولاد ربنا، دي عين مين؟ الشيطان. لان اكيد في حاجة كويسة. عارفين بقى الست اللي بتعمل بالشكل ده، انا قلت لكم قبل كده بعمل معاها ايه؟ اقول لها هو قاسي على اولاده وبيجلدهم لما بيجيبوا درجات وحشة في الامتحان؟ تقولي لا لا، من ناحية الابوة لا، هو بيحب عياله. اما في حاجة حلوة؟ بخيل ومجوعكوا يا عيني بيديكوا اكلتين في اليوم، تقول لا، من ناحيه الاكل هو كريم، البيت مليان وانا مش مفتريه، التلاجه مليانه والفريزر متخزن في الاكل.